إلى اليمن، حيث تأثر المحصول الزراعي في مأرب كما ونوعا بفعل التغيرات المناخية وفق ما ذكرته السلطات الزراعية في المحافظة. وقال مدير مكتب الزراعة في مأرب إن زيادة التبخر وارتفاع درجات الحرارة أضرا بالمحصول الزراعي وضعفا معاناة المزارعين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف البذور والمبيدات الزراعية جراء الحرب التي تشهدها البلاد. هذه المساحة المزروعة التي يستثمرها غالب في مأرب ليست إلا نصف ما كانت عليه العام الماضي، فتكلفة الإنتاج أنهكته وقلصت قدرته على استثمار مساحات إضافية، ما أدى إلى تراجع في محصول البطاطس لديه. فالتقلبات المناخية وسنوات الحرب تشكل تحديا حقيقيا لقطاع الزراعة في اليمن. قبل الحرب نعم كان أفضل، أنا كانت مبيدات، كانت أسمدة، كانت المحروقات متوفرة، النقل، الخطوط. الآن نعاني أشياء كثيرة، نعاني من الخطوط، نعاني من النقل، نعاني من الأسمدة، نعاني من اليد العاملة، يعني غلاء، يعني على بداية الحرب على ما احنا نعاني فيه الآن. ليس محصول البطاطس لهذا العام وحده الذي يشهد تراجعاً، فمنتوج الحمضيات في مأرب لم يكن كما يتمناه المزارعون. وعلى الرغم من أن نسبة إنتاج الحمضيات في المدينة تبلغ 74% من إجمالي الإنتاج على مستوى البلاد المقدر ب 160 ألف طن سنوياً وفق إحصاءات رسمية، فإن إنتاج هذا العام شهد تراجعاً في الكم والجودة نتيجة الجفاف أيضاً. أكثر قطاع يتأثر بارتفاع درجات الحرارة هو القطاع الزراعي، لأنه يحصل كثر استهلاك في كميات المياه، جفاف في المزروعات، فاقد في الثمار ما بعد الحصاد. ومأرب تتميز بزراعة الحمضيات منذ القدم، كمية إنتاج 160 ألف طن من الحمضيات. رطب النخيل كذلك التي تحصد الآن بعد أن كانت تزرع بصورة عشوائية أدخلت عليها أصناف جديدة فآتت أكلها، إلا أنها هي الأخرى لم تسلم من ضربة التغير المناخي. مأرب سلة الغذاء في اليمن، لكن انحباس الأمطار وارتفاع حرارة التربة بالإضافة إلى الاستهلاك العشوائي للمياه الجوفية وزيادة التبخر، كلها ألحقت أضراراً بالقطاع الزراعي وأتعب المزارعين الذين لم يتمكنوا من حصد ما زرعوه. عمر المقرمي، العربي.